انا معايا عبر الهاتف ايضا الكابتن وائل الصباغ، اللي برضو اعلاميا اتقال النهارده انه تم توجيه الشكر له من لجنه الحكام الرئيسيه في الاتحاد المصري لكره القدم. يا كابتن وائل، مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. ازاي حضرتك يا كابتن كريم؟ ازاي حضرتك؟ وكل سنه وحضرتك، هي متاخره شويه، كل سنه وحضرتك طيب. وطبعا بمسح اخويا وصاحبي وزميلي الحكم الدولي كابتن احمد الجرحي. بيمس على حضرتك واهلا بيك، مشرفنا ومنورنا. اكيد سمعت الخبر النهارده زينا. انا عرفت من الكابتن احمد ان انتوا لم يتم ابلاغكم رسميا بهذا القرار. لما سمعت الخبر وتوقعاتك لاسباب هذا الخبر وهو رحيلكم او توجيه الشكر لكم من لجنه الحكام، خدت الخبر ازاي؟ كان مفاجئ بالنسبه لك ولا متوقع؟ والله لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك كابتن كريم، لحد اللحظه ديت ما حدش بلغني باي حاجه رسمي. للأسف الشديد الإخوة الإعلاميين معظمهم عرفوا للأسف الشديد قبلينا يعني، فطبعا دي حاجة برضو يعني، سواء تم توجيه الشكر فعلا أو ما تمش توجيه الشكر فعلا، فدي حاجة مش حاجة كويسة خالص، مش حاجة لطيفة خالص. الموضوع سهل وبسيط، تم توجيه الشكر ينزل على موقع الاتحاد باتحاد المصري لكرة القدم، بيوجه الشكر للكابتن فلان والكابتن فلان والكابتن فلان، شكرا ونتمنى له التوفيق مع ألف سلامة. طب ما تمش توجيه الشكر، يطلع برضو قرار برضو بنفس الكلام، عشان حتى الإخوة الإعلاميين اللي ده شغلهم وأساس شغلهم وصميم عملهم يبقوا عارفين. لكن نفضل قاعدين كده من الساعة مثلا 3 هو احنا يا كابتن وائل عارفين. هو المشكلة ان حضراتكم، هو المشكلة فعلا زي ما انت بتقول ان ما ينفعش حضراتكم ما تبقوش عارفين. بس ابسط حاجة رسالة على الواتس، رسالة على الواتس، شكرا ليكم على الوقت اللي قضيتوه. بس كده ولا اي حاجة. هل يا كابتن وائل ما كانش في تمهيد لهذا الامر؟ ما حدش قال لكم ان انتم ممكن خلاص؟ بالعكس ولا في اي حاجة خالص، بالعكس ولا في اي حاجة خالص، والدنيا تمام. وانا كنا حاضرين الاجتماع النهاردة انا والكابتن احمد الجرحي، والكابتن احمد الجرحي عمال بيقول السبع اسابيع اللي جايين المفروض نعمل كذا ونعمل كذا، واحنا بنقول كذا، واحنا ذات نفسنا قلنا ان في اخطاء، واتكلمنا مع الراجل ان في اخطاء كذا وان في اخطاء كذا، والراجل تقبل بعض الحاجات وحاجات ما تقبلهاش، وكنا بنتكلم يعني قعدنا اجتماع اكتر من 3 ساعات ومفيش اي حاجه خالص. تفسيرك ايه يا كابتن وائل؟ مش عايز اتكلم يعني دلوقتي لما يبقى اساعدك. طيب اساعدك تفسيرك. تفسيرك انت شاطر قوي يا كابتن حبيب. لا لا خالص، لا بالعكس بالعكس بالعكس، ده انا يعني سعيد جدا باستضافه الكابتن احمد، وسعيد جدا ان انت معايا على التليفون دلوقتي. وطلبت حتى من زمايلي اول ما القرار طلع، قلت له الناس دي المفروض تاخد حقها. بس انا تفسيري وساعدني في ده انه في حاله غضب دلوقتي من الحكام ومن لجنه الحكام، فما فيش مانع 2 أو 3 يمشوا من لجنه الحكام فالدنيا تهدى شويه، و2 أو 3 ممكن ما يكونوش هم الاسماء الاوائل، مثلا رئيس اللجنه او نائب رئيس اللجنه، فتبقى الدنيا سهله يعني. انا متفق معاك، بس انا راجل ما بشتغلش فني، انا راجل مستشار قانوني، انا بحقق مع الحكام اللي بتغلط، اللي فيه اخطاء، اللي فيه كذا، ومشرف على الحكام الكره الشاطئيه. الكابتن احمد الجرحي مشرف على حكام السيسري القسم الثالث، فمالناش علاقه خالص ولا بالممتاز ولا بالمحترفين ولا لينا علاقه اصلا بالموضوع. لا بس ما انت كده يا كابتن وائل عملتوا مشاكل كتيره قوي يعني، طبقا لمواقعكم ديت واضح ان انتوا مشاكلكم كتيره قوي يعني. الظاهر كده والله، الظاهر كده والله يعني. عامه والله الدوري هيتحل والدنيا هتتحل والدنيا هتبقى تمام. احنا فدا التحكيم، واحنا دي شغلتنا. احنا انا راجل من سنه 93 حكم كوره، وبطلت 2018، 10 سنين حكم دولي، ومن 2018 وانا في لجنه الحكام. فلو والله هيتم اقالتي والدنيا هتتضبط وكل حاجه هتبقى تمام، احنا معاه، واحنا اول ناس نمشي، ما عندناش مشكله خالص. ايوه طبعا، عشان انت مسؤول عن الشؤون القانونيه، فانت لما تمشي ان شاء الله الدوري الممتاز هيبقى ممتاز، والتحكيم مفيش ضربات جزاء هيبقى فيها مشاكل، والكابتن احمد كمان مش هيبقى فيه مشاكل، كل حاجه يعني. انا النهارده كابتن احمد الجرحي قاعد قدام حضرتك، انا ذاتي قلت والله ان في اخطاء كذا وان في اخطاء كذا، هم قالوا لا، ده هم عدد مباريات معين جدا اللي فيها الاخطاء، ودي الاحصائيه، فاحترمنا كلامهم وقلنا لا تمام كده. طب يا جماعه اطلعوا قولوا الاحصائيه ديت، وعشان كده الكابتن احمد الجرحي بيوضح الاحصائيه. طب يا جماعه نطلع نقول ان في الاحصائيه ان الاخطاء ما كملتش 3% بس، طب يعني عشان الاعلام يطلع يهدى حتى شويه، الدنيا تهدى شويه.
فمش عارف والله يا كابتن كريم. بص احنا يعني عندنا كلام كتير، بس لما نشوف الدنيا رايحه فين وان شاء الله يعني اهم حاجه يبقى الدوري والكره المصريه تبقى خير، هو ده اهم حاجه يعني. كابتن وائل صباغ عضو لجنه الحكام المشرف على حكام الكره الشاطئيه، اللي بحسب معلوماتنا اعلاميا انه تم توجيه الشكر له اليوم من لجنه الحكام ولم يبلغ رسميا مثل الكابتن احمد بالظبط يعني.